وأبو إذا راح سأل علي بالمدرسة يقدمون علي بالشرطة يسجنونه. زين هذا مو أبوه؟ والله على ظرف قانون 57 الجد وجدة يعانون ويتلهفون لرؤية أحفادهم، ورغبة من عندهم أنه يكون هنالك مبيت لهؤلاء الأطفال في بيت الجد، إلا أن القانون ربما يكون قد حجب عنهم هذا الحق. لتفاصيل أكثر مراسلنا عمر كريم كان في منزل هاي العائلة وتحدث لهم، خلونا نشوف. اليوم راح نحكي على موضوع المشاهدة. حضرتك شنو المعاناة اللي قاعد تعانيها من وراء المشاهدة؟ أعاني أنا ما جاء أحفادي ينطونا المشاهدة بس الجمعة. بس الجمعة. خمس ساعات، ست ساعات، ساعة بين نوديهم وساعة نرجعهم يبقى ثلاث ساعات. من يجول ثلاث ساعات ما استفاد شيء منهم، يعني ما مستلذ بيهم، ويقولون إذا أخرتوهم عشر دقائق هاي تصير عليكم. إحنا ما نقدر نأخرهم، زين إحنا نريد نشوفهم، نريدهم يباتون يمنا، نريدهم من الصبح لليل، يعني نعاني من هاي المشكلة. هاي أول مشكلة. أنت تقدرين تروحين تجيبهم وتجين؟ لا أنا ما أقدر ولا جدهم يقدر، بس هم أهله يحق لهم، سواء جدهم أو بذيتهم أو خال أو عم يستحق يجيبوهم ويشوفوهم، بس إحنا لا، بس أبوهم إذا راح. زين أبوهم بالدوام شلون؟ بالدوام ما نشوفهم ولا نروح نجيبهم، ما نقدر. هم ايش قد اعمارهم الله يخليهم؟ واحد 9 وواحد 10 سنوات. اي اي شنو اللي طالبين من خلال برنامج لوكيشن؟ اطالب بريتهم يجون يمنا، يباتون يمنا، يتعرفون علينا، يبقون يمنا، ابوهم يشوفهم. سبع سنوات غير يمهم، صار عمره 9 سنوات و10 ما جاي يجون يمنا. زينتنا الحق إن بعد إن السبعة إلهم، هسه السبعة إن، وبعدين من يصير عمره 15 إيه سووه. هذا الشرع. الشرع. أي أما القانون أنت ما تقدرين. القانون لا كله يبقى يم أمه، ما يبقى يم أبو. وأبو إذا راح سأل علي بالمدرسة يقدمون علي بالشرطة يسجنونه. زين هذا مو أبو هذا. يوم قانون 57 وقانون المشاهدة للأطفال بصورة عامة. نعم. يوم موضوعنا عن الأجداد، هل من الممكن أنه مثلا يقدر يشاهد الأولاد يعني الأحفاد؟ والله على ظرف قانون 57 ما يقدر يستلم أحفاده، ولا صارت عندي على وكان بالدوام ابنك. اي بالدوام خابرتك انت على وشلون؟ قال يا انا بالدوام وما اقدر. رحت للضابط رجيت يعني اخذته من عنده راح استلمه وجابه. يعني قلت له وكاله ما يصير يعني. زين اذا على وبالدوام هو يصير مثلا احنا نروح امه؟ لا، ابوها، اخوها، عمها، جيرانها، اي واحد حتى يبات يمهم، يعني يباتون بغير مكان. إلا الأب والأجداد. الأب والأجداد يعني مثلاً خلينا نقول أهل الأب مثل ما يقول حرام يباتون، وأهلها كل شيء بأي مكان وين ما يريدون. زين حتى إذا تريد تروح تطلع محافظات وإحنا ما ندري أهم. زين هاي المشاهدة الست ساعات أنت تشوفها تكفيكم؟ إنه والله مثل العظيم ما تكفينا. يعني الست ساعات يروح مثلاً يجيبهم بالتسعة، يعني بالتسعة ونص قول. أي قول بالتسعة ونص. زين على ما يجي، على ما يقعد، على ما يمنى، مرات يريدون يطلعون، مرات ناخذهم مثلا فد مكان نزورهم، نريد نوديهم الاقربان يتعرفون عليهم، يعني ما تكفي. بس احنا مشاهده ما نقبل بها، احنا ما نريد مشاهده، نريد مناصفه. ايش معنى هم هناك يعني لهم هم ست ايام؟ مو ست ايام هم واحنا ما حد يبات يمنا، ايش معنى لهم هم ست ايام بالاسبوع واحنا هاي الجمعه وخمس ست ساعات؟ يعني ليش؟ وما يصير انت تروح تستلم؟ لا ما يصير انا الا هو.
لا وكالة لا كذا. كل شيء ماكو. حاولنا هيك هذا القانون يقول لك هذا قانون هذا. زين هي ست ساعات ما تكفيها شو تكفي؟ زين شو اريد انا حتى اهلنا ما يعرفونهم، اقربائنا ما يعرفونهم. اثنين للمدرسه ما تقدر تروح تسال عليه. انت ما يحق لك تروح تسال؟ لا ما يحق، هو ابوه ما يحق له، مو اني، ابوه ما يحق له يروح يسال عليه بالمدرسه. ما تعرفه يداوم ما يداوم، وين واصل ما وين، انا اسال عندنا. ما قدرتوا توصلون الحل مثلا بينات بيناتنا؟ مره من المرات من حصلنا على المشاهده اي انا رحت له يعني صارت وهذا، قلت له يابا احنا ليش من نسويها احنا بياناتنا وعيب هاي مال المحاكم؟ وقال اي ما يخالف اسوي لك يوم يومين بالشهر. انا شنو يومين بالشهر؟ انا عندي اربع ايام بالشهر، شلون اسوي لي يومين؟ قال لي وزيد لك الساعات. يعني هو يتحكم بيه، هو اصلا اسمه ما الجد جدي جدي هو الحكي ويا جد حكي ويا من ها يتحكم بي. حتى انا من باب هذا قلت له اقول لك هو ابنك لو ابني شو اسمه هو؟ مو اسمه فلان ابن فلان ويحمل جد الثالث يا هو مو اني؟ يعني انت من تريد تشوفه او يبات يمك انه حتى تشبع من عنده اكثر، انت ما راح لا تخطفه لا خطفه. هو شنو اعز من هو حرصه عليه ازيد من عدي؟ غير هو ابن حفيدي هذا باكر عقبه هو يعني حامل اسمي عايد الي مو؟ هاي يقول لي يومين لك وتاخذهم من السبعة الصبح للساعة بالسبعة. قلت له تصدق يعني ما ادري اي هذا طبعا يحكي مسيطر القانون يحكي قانونا اي هو القانون وياه بكيفه